شارك سعادة النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي في اجتماعات لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، والتي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدا لعرض التقرير على جلسة البرلمان العربي السادسة من دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر عقدها يوم السبت المقبل. وأشار صالح إلى أن اللجنة استعرضت مستجدات العمل على إعداد التقرير الخاص بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها، مؤكدا أن مملكة البحرين كان لها دور فاعل في الدعم الصحي والاقتصادي لكافة القطاعات المتضررة من جائحة كورونا داخل المملكة.